الجزء الثاني من محاضرة الرجد بدي، راح نحل اليوم الاكزامبل، وحاول بعد ان نستخدم الحل مال خط ايدي ونشوف الخطوات مالتي. نجي للسؤال الاول: Determine the horizontal and vertical component of reaction on the beam A. ردود الافعال بالبيم بالنقطة A، وريد الرياكشن بالروكر بي ات بيم، وريد يصير رياكشن بالبيم. البيم نعرفه بي اكس وواي، الروكر شو يصير عندنا؟ رد الفعل واحد. الروكر لو نتذكره هو دائما رد الفعل يكون عمودي من السطح لمن؟ للجسم. لو نتذكرنا رد الافعال هذا الروكر، فدائما شلون يكون هو عمودي من السطح لمن؟ للجسم. فنجي نرسم مخطط. إذا رسمنا هذا البيم كمخطط، عندي الـ A بها AX و AY، واضح؟ عندي الـ B يكون عمودي، إذا أنا رسمته عمودي، خلينا نجي شلون طلعت هاي الزاوية 30، شلون سوينا 30؟ إذا نجي نرسم أحداثياتنا. هذا البعد هو نفسه، زين. إذا رجينا رسمنا بعد، إذا هاي الزاوية 30، هاي الزاوية 30، إذا هاي الزاوية قد 60، إذا 30 تصير بين من؟ بين الأحداثي اللي هو هذا نفسه البي، واضح؟ ويا من؟ وهذا، إذا هاي الزاوية هي 30. جينا رسمنا هذا المواتي مخطط، يكون مخطط هذا إذا مثلا هاي 30. واضح ليش؟ لأن يعني ويا الميلان مالت الزاوية، ويا ميلان مالت الزاوية 30، إذا هاي تصير عندي 60، هاي تصير 30، إذا نحلل ال بي إلى بي ساين 30 و بي كوساين 30. نسوي نقول إذا أخذنا محاضرة ال summation of x، شو يكون عندي مجهول؟ راح يكون عندي مجهول ال AX وعندي ال B، يصير عندي مجهولين ما أقدر أبدي بهاي المعادلة. من آخر summation of y كذلك. راح يصير عندي مجهولين اللي هما الـ AY والـ B. إذا عندي معادلة العزم، إذا أخذ العزم في نقطة A، إذا ذني الـ AX والـ AY راح يروحن، إذا راح يستخرج الـ B. فنبدأ بهاي المعادلة. يعني هذا نقول دائما نتعلم نكتب، يقول إذا كتبنا معادلات شوي نعيد هذا. إذا كتبنا معادلاتي summation of X، شنو المجهول عندي؟ حتى اعرف بيا معادله ابدي. اذا قلت السمويشن اوف اكس اجي للمخطط مالتي، عندي اي اكس مجهول وعندي بي مجهولين، معادله واحده ما تستخرج. اذا بدينا بسمويشن اوف واي، سمويشن اوف واي اذا بدينا كذلك عندي الاي واي وعندي البي، اذا مجهولين هم ما نقدر نستخرجهم. اذا اخذنا عزم بنقطه بي راح يكون عندي الاي واي نستخرج، نقدر نحسبه يعني، ونستخرج البي ونبدي. يعني عندي احتمال ان ابدي بسميشن اف سميشن ام في البي، اخذ عزم في البي او الاي. احنا دائما ناخذ عزم في نقطه اللي تكون بيها اكثر مجاهيل، هسه هاي النقطه بيها مجاهيل اثنين، اذا تفيدني اذا اخذ السميشن. هسه هذا المخطط يخليني اعرف وين ابدي بيا معادله، اذا من هذا المخطط انا عندي نقطه بي معادله بي بيها مجهول واحد، اذا استخرج ماذا؟ اذا اخذت عندي سميشن ام في الاي تساوي صفر، ما حصلت عزوم، اجي البي، البي ساين تمر بالنقطه اذا عزمها صفر، اذا ضليها عندي
البي كوساين، البي كوساين شو تدور بالنسبة للأي؟ عقرب عكس عقرب ساعة الموجب، إذن بي كوساين 30 في الذراع مالها، الذراع المسافة من البي لهاي 2.68 ناقص الأربعة، شو تدور؟ تدور سالب أربعة، الذراع مالها المسافة 6، إذن هاي تروح للطرف الثاني، إذن يطلع لنا البي مقدار جهة 3.46 كيلو نيوتن. ليش؟ لأن الان بالكيلو نيوتن. هسه إذن البي بعد استخرجنا من هاي المعادلة، إذن يستخرج ومن المعادلة سموها شلون فاي راح يروح، إذن نقدر نستخرج الاي واي. إذن أخذنا سموها شلون اف اكس يساوي صفر، السهم مالتي عفوا هذا السهم مالتي، إذن اي اكس موجب ناقص شني عندي بالاكس بس البي ساين 30، البي تو استخرجناها 3.46 في ساين 30 يطلع الاي اكس 1.73، سميشن اوف فاي يساوي لنا صفر، الاي واي للاعلى ناقص شنو عندي بعد ناقص العفو زائد البي كوساين 30، اذا البي هو 3.4 كوساين 30 ناقص الاربعة، اذا يطلع لنا الاي تقريبا بالسالب. هنا بالسالب شنو معناه؟ ان الفرضيه انا فرضها بالعكس الشيء، اذا معناه هو الفرضيه وين؟ للاسفل، يعني نقطه اي بها احداثيات، بها هذا الاي اكس وبها رد الفعل الاي واي، بما انه طلع سالب يبقى عادي تريد تبقي سالب او شو تريد؟ تريد بس مجرد تشيل السالب، شو تخليه؟ تخلي السهم للاسفل. ليش خليناه للاسفل؟ لان احنا بالحل مالتي فرض وين؟ للأعلى. وبذلك استخرجنا البي الرياكشن بالبي وبالاي اكس. المثال الثاني شوية راد انتباه، المثال الثاني نفس الحالة ديترماين ماجنتيود اند رياكشن، مقدار الرياكشن وين؟ بالبيم ات اي اند بي. هسه بالاي بي ما قال لي لا بيم ولا شيء، بس من الرسم هسه هذا الرسم شوفوه، هذا الرسم شنو رسمه؟ رسم الروكر، اذا اي نفسه، وهذا الرسم هم رسم بيم البيم. هسه نجي هنا البيم القاعدة مالته مو أفقية، مو صايرة مثل أفقية حتى نقول هذا الاي اكس وهذا شنو الاي واي. شلون؟ احنا قلنا الركائز شو شنو معناها؟ يمنع الحركة بالاتجاه، يعني هسه هذا البيم في بيم اي وين قاعد يمنع الحركة؟ يمنع الحركة بهذا الاتجاه صح؟ وقاعد يمنع الحركة وين؟ بهذا الاتجاه. هسه هذا الروكر، الروكر يقدر يتحرك منه بس بشني ما يقدر يتحرك وين منه، ولهذا السبب شني راح نقول هسه البي بي شنو بي؟ رد فعل بس واحد. الاي شلون نقول؟ اذا نقول معناه اكو، بما انه ما يمنع الحركة بهالاتجاه اذا اكو رياكشن بهالاتجاه، هذا الاتجاه المثلث مالته هاي 5 وهنا 3 وهنا 4 واضح، ويمنع الحركة وين؟ يمنع الحركة وين؟ بهالاتجاه اللي هو البي واي. إذن هذا نسميه اي اكس وهذا نسميه البي واي. هنا المثلث ينقلب، ينقلب إذن عشان يصير عندي، يصير عندي 4 3 5. ليش؟ هسا 3 على 5 هاي الزاوية المكملة مالتها وين؟ هاي الزاوية. هسا إذا نريد هذا نودي منها هاي الزاوية على سبيل المثال، إذا هاي نقول الزاوية هي 36، إذا المكملة مالتها 36 56، واضح؟ اللي وين تصير؟ تصير هاي. فها لازم شنو؟ ينقلب المثلث المقابل على المجاور حتى شو يصير؟ بالتبادل. بالتبادل لازم شو يصير؟ نقلب المثلث الأفقي خليه عمودي، والعمودي نخليه أفقي. فالمثلث بالنسبة للثاني حتى قلبه حتى يكون البلاتهم شنو متعامدين هنا
زاوية 90. إذا هاي 36 هاي شو يصير 54. ل 54 لازم المقابل لهاي الزاوية بالتبادل فصير 4 على 3. فصار عندي هذا المثلث الأسفل 4 على 3 والمثلث. إذا راح نجي إذا أخذنا summation of x راح يكون عندي ال ax تتحلل وال by وال ay يتحلل. إذا صار عندي شنو مجهولين. من أجي أخذ ال ay summation of y راح يصير ثلاث مجاهيل ال ax وال ay وال b رد الفعل ال b. إذا أنا أخذ العزم في نقطة A راح يكون مجهول عندي اهو بس البي استخرج. اذا استخرجنا البي راح يصير عندي شني مجهولين معادلتين اقدر احلهم. هسه اجينا ناخذ عزم وين في نقطة بي راح شو يصير عندي البي دور موجب. اذا بي الذراع مالها هاي المسافة اللي هي شني 12. اذا قلنا بي واي في 12 ناقص ناقص ايش عندي؟ عندي هاي القوة ال 400 مالها بزاوية 15 تحللت الى 400 كوساين 15 و 400 ساين 15. ال 400 ساين تمر بالنقطة فما بيها عزم ظلتها عندي بس ال 400 كوساين الدور سالب صارت ال 400 كوساين 15 في المسافة نفسها مسافة 12 ناقص ال 600 دور سالب كذلك في المسافة مال 600 نقطة A الأربعة فصار 600 في 4. إذا هذا المجهول واحد راح يطلع لنا 586.73 أو تريد تقربها سويها 0.4. نجي هسه summation of y نجي summation of y العفو summation of x سوينا صفر. يا عندي ال ax مركبة باتجاه ال x 4 على 5 موجب زائد بعد الـ AY في مركبتها 3 على 5 إذن 3 على 5 بعد ناقص الـ 400 ساين 15 هاي يطلع لنا معادلة هاي بوينت معادلة أولى بوينت 8 AX زائد بوينت 6 AY يساوي لنا جقد 103.5. هذا نجي للمركبة اتجاه الـ Y الـ AY موجب للأعلى فش يصير ال AY في 4 على 5 بعد زائد ال B للأعلى اللي هي 586 عندي ناقص ال AY للأسفل اللي هي شو يصير AX 3 على 5 وناقص 600 يساوي لنا 0. هاي صف المعادلة مالته راح يطلع لنا معادلة ثانية اللي 0.8 AY ناقص 0.6 AX أو 400. معادلة أولى ومعادلة الثانية أعوض واحدة بمكان الثانية راح يطلع لنا أن الـ AX هو 157.17 الـ AY 382. إذا أريد أخذ المركبة مالتين تحت الجذر مركبة الـ X زائد مركبة الـ Y التربيع يطلع لنا 413. هذا الموضوع. هذا السؤال شوي نوعا ما بشوي صعوبة لأن شني الجوين هذا صاير على طريق على اسناد مائل. هذا حتى يعلمك أن تعرف أن الاسناد شلون صار. هذا يمنع الحركة بهالاتجاه إذا رد الفعل ويمنع الحركة منه. هذا المثال الثاني. المثال الثالث يريد determine كذلك the horizontal and vertical component reaction at beam A. عند هنا هذا شوي سؤال سهل. هذا ريد رياكشن هنا واضح وهنا هنا نجي احنا شنو قلنا التثبيت هنا رولا دائما احنا قلنا من الاسناد من للجسم. اذا وين شلون ندي بالفي اذا يصير السهم وين ماتي للاسفل البي واي الاي بها شنو عندي اي اكس واي واي هنا قوه ما الى بزاويه 30 تحلل الى شنو الى 50 كوساين 30 و50 ساين 30 هذا الارتفاع مقداره 14. نجي كذلك اذا اخذنا معادلتي باتجاه الاكس summation of x يكون عندي المجهول بس ax اذا اقدر ابدي بها معادله summation of y يكون عندي مجهولين ما اقدر ابدي بها
وإذا أخذت حزم في نقطة A يطلع لي استخرج لي استخرج البي. إذا نقدر summation of x يساوي صفر، يا عندي ax ناقص الخمسمية ساين الثلاثين، إذا يطلعنا ax 25. ناخذ عزم في نقطة A راسه عندي الخمسمية ساين ثلاثين دور موجب في المسافة مالته، مسافة هاي المسافة في 14. إذا نقول خمسين ساين ثلاثين في 14، الخمسين كوساين ثلاثين المسافة مالته 20، إذا قلنا خمسين كوساين في 20 ناقص البي واي للأسفل، إذا البي واي في المسافة مالته 18، إذا راح تكون هاي المعادلة عندي مشغول بس فيها بي واي، إذا يطلع لنا البي واي 76.6 باون. نجي summation of y، summation of y راح يكون عندي بس ال اي واي للأعلى ناقص ياهو 50 كوساين 30 ناقص البي، إذا قلنا ال اي واي 50 كوساين 30 ناقص 6 76.6 ويطلع لنا ال اي واي 111 باون. هذا المثال الثاني الثالث. نجي للمثال الرابع، المثال الرابع كذلك يريد determine tension in cable، يريد الشد بالكابل on the horizontal company ويريد الرياكشن بالA والB. إذا عرفت أن البولي شني fractionless، الكلمة fractionless ذيك مرة أنا هم وضحتها، نعيدها fractionless يعني معناه أن الشد بهاي النقطة هو نفسه هذا الشد، يعني إذا سميت T هذا هو نفسه هذا T نفس الشيء. الأبعاد 2 على 1 حتى نطلع هذا، هذا يطلعنا جذر 5 الوتر، لأن 1 تربيع زائد 2 تربيع تحت الجذر. نجي لمخطط مالتي الرياكشن A، أكتب AX AX وAY. نجي البي هذا الشد، إذا النقطة على راش يصل عن بي يصل عندي شد T للأعلى، هذا الحبل من قطعته عندي شد، هنا يتحلل إلى شنو؟ يتحلل إلى المركبة العمودية هي 2 على 2.4، يعني نقصد بها 2.4 هو شنو؟ الجذر 5، والاتجاه الإكس اللي هي T اللي هي 1 على جذر 5 وال 800. هسه إذا جيت آخذ معادلتي باتجاه الإكس راح شو يكون عندي مجهول؟ عندي الـ AX مجهول وعندي الشد يعني بمركبة أفقية، إذا ما أقدر أبدي بها المعادلة. إذا أخذ summation of y كذلك هم يكون عندي الاي واي مجهول والشد مجهول. إذا أبدي وين أبدي أخذ معادلة العزم وين؟ نقطة A راح أستخرج شنو؟ الشد. إذا استخرجت الشد إذا راح يصير عندي الاي واي والإكس، أي إكس هو يستخرج من المعادلات. قلنا summation of A محصلة العزوم من نقطة A يساوي صفر، السهم مالتي من الموجب حتى أعرفه هذا صفر. T شي يدور؟ إذا معناه T في الذراع مالته، الذراع مالته 5، T في 5. المركبة الأفقية تمر بالنقطة، إذا عزمها صفر، ظلت هي المركبة هاي شي يدور؟ كذلك موجب T في 2 على 2.4 اللي هو جذر 5 في المسافة، هاي المسافة إذا في 10. ال 800 تدور أحول نقطة A بالسالب يصير 8 في 13 اللي هي 10 و 3 13، إذا يطلع لنا الشد هو مقداره 74.66. بما أن الشد استخرجناه إذا من هاي المعادلة بعد لغيناه، من هاي المعادلة لغت، إذا summation of x صار عندي ال AX ناقص ال 74 اللي هو الشد في اللي 1.24 اللي هو جذر 5، يعني بس عندي هاي المركبة يطلع لنا 33.33. summation of y يطلع لنا ال AY للأعلى ناقص زائد ال T الشد الأولاني هذا زائد شلي ال T في هاي المركبة هم ال 74 في 2 على 4 ناقص 800 يساوي صفر، إذا يطلع لنا الشد بالسالب، إذا معناه أن النقطة هنا يكون رد الفعل مالها بالاتجاه المعاكس، إذا بس السالب نشيله
ونخلي هذا السهم اللي يمثلني. إذن أربع أسئلة الموجودة بالمحاضرة اللي موجودة هاي شرحها.